نمشي لقرار الاعتزال. ويعني هذا المد زي ما قال علي، وهذا يعني قرار زي ده في ناس كثير احنا بنشوفهم في حياتنا بيتخذوا قرارات هي صعبه جدا وهي نقطه مفصليه في حياتهم منعطف كبير جدا. في ناس بتتراجع بعد سنه سنتين ثلاثه بيساور الحنين للايام ذيك، وفي ناس بيكون عندهم عزيمه وعندهم يعني اراده قويه في اتخاذ القرار والمواصل عليه. انت من الناس اللي عندك اراده، والحاجه دي اخواننا انا قبل نطلع على الهواء قلت لها دارين منك مدحه، رفضت وقالت لي انا ما حاغنيها ولا حاقولها، فالدين دل على تمسكك بقرارك. فنمشي للاسباب شنو، ونمشي برضو للهدوء التام في انعزال حنان النيل عن هذه الضجه الاعلاميه، والخلينا نقول ايضا انت في يوم من الايام كنت وعزلت اكيد هرب من الاهرام الفنيه. هو حقيقه الاسباب كثيرة، ولكن أنا أجملها يعني، رغم أنه أنا ما قاعد أميل لأنه أذكر أسباب، لأنه يعني حتى قياسا بأمور الدنيا ناس كثيرين بينزلوا معاش اختياري وما في زول بيقول لهم أنت نزلتوا ليه، فالناس بيهو معاش اختياري وخلاص المسألة بتمشي يعني. فأنا ما قاعد أميل لأنه أذكر أسباب تفصيلية باعتبار أنها يعني قد تدخلني في جانب رياء أنا في غنى عنه، لكن بقول أنه يعني كل ما أتى به الشرع فيه مصلحة الإنسان. نعم. ونحن الدليل الشرعي اللي وضع لنا في الإسلام مع هو عظمة هذا الدين وهذه الرسالة، وأنه أمة وسط وخاتمة النبيين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني نحن لما ناخذها بالمثل البسيط أنه إذا أنا اشتريت جهاز أول حاجة بعملها بقرأ المانيوال اللي فيه، بقرأ الكتالوج اللي معه، افعل ولا تفعل، خدوه أشحنوه 4 ساعات، شيلوا طلع البطارية دخلوا كده، وبكون مستسلم جدا لأنه عارف أنه أنا دفعت الوراي والقدامي في هذا الجهاز والتزم بالمانيوال ده زي ما بقولوا لي. ده إذا كان جهاز، فما بالك بأنا مخلوق كرم الله على 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 جميع المخلوقات وأداه الخلافة في الأرض، فيجب أن ألتزم بإفعل ولا تفعل. يعني ما عندنا حل بما أننا مسلمين والإسلام من التسليم، فيجب أن نسلم بما آتانا من التشريع، ويجب أن نلتزم الالتزام التام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ويمكن ده كان مجمل سبب الاعتزال يعني.